هاي يا جماعة، أنا جودة جورمي ريفيو. أنا بعمل ريفيو عن مطعم بيتزا ميكس. مطعم بيتزا ميكس بالنسبة لي دي أول تجربة إن أنا أعمل له ريفيو. الصراحة لقيته على طلبات فقلت أطلبه. البيتزا بتاعته دي كانت سوبر سوبريم، فيها بيبروني وسوسيس وسجق ولحمة مفرومة وزيتون أخضر وطماطم وفلفل، وجبت برضو تشيكن باربيكيو فيها برضو طماطم وفلفل وتشيكن وزيتون أخضر نفس الكلام بس على الباربيكيو على الوش. مبحبش الحركة دي الصراحة قوي، بس قشطة يعني هو عاملها بس تمام. كواليتي السوبر سوبريم يعني اللحوم كانت قشطة لطيفة، بس كان حاطط لحمة مفرومة كتير، وانا بحبش اللحمة المفرومة كتير الصراحة في بيتزا سوبر سوبريم. او يعني اللي اعرفه ان بيتزا سوبر سوبريم مفيهاش لحمة مفرومة اصلا، بس تمام يعني هي شبه مشكل لحوم شوية. والتشيكن باربيكيو نفس الكلام، بس الفراخ الصراحة كانت نظيفة. الكراست نفسها الصراحة كانت ناشفة شوية بس قشطة. وانا ادي التجربة بتاعتي دي يعني 3 من 5 الصراحة، وحطيت هوت صوص في الاخر عشان اكمل الاكل. عايز من اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل لايك شير سبسكرايب ويفعل زر الجرس او يرنج البيل، عشان لا يشوف كونتنت مني. وبس كده، جودة اوت.